تتحسن. 10 سنين ذقنا المر، ان شاء الله تونس تتحسن وندعموا في قيس سعيد فماشي ما تونس بالحق، خاطر تعبنا برشا لهنا في سيدي بو سعيد. يعني كيفاش كانت عملية التصويت، سهلة ما كانت؟ عرفت سهلة، اللهم صلي على النبي، الدنيا العباد منظمة تبارك الله، فرحوا بينا. كلمة في الأخر لتونس اللي تتمناها بعد؟ تونس نتمناها أحسن بلاد في العالم، خاطر تونس باهية إذا خدموها رجالها بالحق، تونس ما فماش معز منها. وبلادي ما يغلى عليها شيء، وقال لك وكري وكري لو كان يبدع العوايد يابس، بلادي ما نستغنى عليها في حتى شيء، وربي ينصر تونس، تعب فمي، وربي ينصر تونس وينصر حكومتنا وينصر شبابنا، وربي إن شاء الله يوفى علينا هالبلاوات الكل. ادعيوا الخير لتونس وتزغري. اش باش نقول على تونس؟ تونس عز بلاد، تونس لو كان يبدا شنو ما نستغناش عليها. نهار سخون ياسر، معظم الناس يعني حتى قبل ما نجي وصلت البورسنتاج 20% حسب ما سمعت. نتصور توا فما كثافة وباش تبرد الدنيا شوية. شنو الحاجة اللي حبيت توصلها بمشاركتك في الاستفتاء؟ الحاجة اللي حبيت نوصلها هي حاجة أول مرة يعيشها الشعب التونسي، حاجة جديدة. أدعو إلى كامل المواطنين التونسيين باش يخرجوا بكامل الحرية، سواء باش يصوتوا نعم أو لا، فهمت؟ وهو حاجة مصيرية، الاستفتاء هذا حاجة مصيري، فهمت، للبلاد التونسية. وأخيرا نقول تحيا تونس بيان سور. يعني اخترت الدنيا تبرد شوية باش تجي وتصوت؟ هذاك هو، قلنا تبرد شوية الدنيا العشية إن شاء الله نخرجوا نصوتوا ونقوموا بالواجب إن شاء الله. أنت اليوم كمواطن تونسي قام بالواجب الانتخابي متاعو، شنو حبيت توصل؟ شنو اللي اليوم تحسوا بعد الاستفتاء؟ والله احنا الغاية من التصويت هذا أن نطلبوا إن شاء الله ربي، وربي سهل لنا أنه تونس إن شاء الله تمشي للأمام، وإن شاء الله ربي سهل لها في الخير إن شاء الله. سعزدي، اليوم نحكيو على تقريبا توا 7-8 متاع الليل، كيفاش كان الإقبال طوال اليوم في الاستفتاء؟ تقريبا الإقبال عادي جدا بالنسبة لمنطقة كما سيدي بوسعيد، صباحا مع الدنيا سخانة عادي، وفي العشية بدأت أكثر الإقبال أكثر. ما تمش تسجيل خروقات في بطريقة منظمة، بطريقة جيدة جدا، ما فماش حتى خروقات الحمد لله. يظهر لي انت كرئيس مركز، نعرف اليوم خاصه اليوم هو اليوم اللي نراوكم فيه، لكن فما تعب على طوال 3 أيام خاصه الاخير. هو التعب التحضيري والتنظيمي ما قبل اليوم الاقتراع هو الاصعب، يعني على تيل 3 أيام كان التنظيم بالنسبه للمكتب، كان التحضير اللوجستي لكل المكاتب، كان اعتماد البلان نتاع مركز الاقتراع مع احترام كل البنود القانونية، مع تعليق بالنسبة للقاعات ما يمكن أن يحدث لكل عضو بالمكتب شنية واجباته ما عليه وما إليه، حتى لا نتفاجأ في اليوم الموعود اللي هو من الاقتراع. ممكن تعب بينصير كثيف مع نقص في عدد الأعضاء الموجودين بالمكاتب. يظهر لي كيما برشا توانسة اخترت أنك تبرد الدنيا شوية باش تجي تصوم. هاي صحيح. شنو اللي حبيت توصله بمشاركتك في الاستفتاء هذا؟ شنو اللي تراه في تونس بعد الاستفتاء؟ يعني نحب تونس جديدة، نحب الأمن قبل كل شيء، نحب نرجعوا معناتها نوليو معناتها خير، سورتو المعيشة، راهو الناس تعبة في المعيشة، فما سهولة، وأون بليس عندنا اقتناع معناتها احنا نحبوا بلادنا، سورتو الزويولة هاك ترى معناتها الوضع، هاك ترى الوضع. كيفاش تحبها تونس؟ نحبها تولي خير، ما غير لا بوليسيون تولي انقص و كاو. نجينا قمنا بالواجب وان شاء الله
البلاد تتحسن وان شاء الله ديما تونس في خير ونعمه. ما فماش صعوبات في عمليه الاقتراع؟ ما واجهتكم الصعوبات؟ كانت سلسه؟ لا لا بأس، كل شيء مراقل وكل شيء منظم وان شاء الله ربي يستر وربي ان شاء الله تونس ديما عاليه الرايه نتاعها ان شاء الله. اي واحد تونسي معناتها يحب تونس، جيت حطيت كلمتي كيما برشا عباد. والله العشر سنين اللي شفناهم هذوما معناتها 10 سنين ما شفنا فيهم حتى شيء. البلاد وخرت ما قدمتش. عمليه الاقتراع صارت بسهوله، ما شفناش يعني ما صارت سهوله كبيره وسلاسه كبيره. اي بالطبيعه سلاسه، والله توا جيت ما لقيتش صف طول، دخلت فهمت ميم با دو مينوت تروا مينوت وكا. يظهر لي باهي انه نشوفوا زاد الشباب اليوم مشارك في الاقتراع. والله يا شباب لازم توا صار الوقت باش هو يختار وباش هو يقول اي ولا لا وباش هو يعطي كلمته، على خاطر يزينا من يظهر لي رينا 10 سنين خراب ورينا برشا فساد، رينا برشا حاجات تمشي لتالي ما توخرش لقدام. لازم شباب يتكلم ويحسم كلمته، على خاطر يعني الكهول والعباد الكبيره برشا مع يعني المستقبل عند الشباب. توا لازم هي تخدم المؤسسات وهي تعمر البلاد وتختار شكون يحكمها وشكون يحسن باش نشوفوا مؤسسات باهيه في الدوله نتاعنا. كيفاش ترى تونس بعد الاستفتاء هذا؟ والله راى تونس بعد الاستفتاء هذا تطور، ما عادش فيها برشا عبيد، ينقصوا العبيد والايكونومي نتاعها تحسن وشان الرئيس يعمل فازة جوها به بعد الاستفتاء. كما الناس الكل اخترت تجي الوقت هذا في الليل مأخر هكا تبردد. كملت عندي خدمه، نخدم حر مانيش دونك، حاولت نزل فيسع فيسع كملت وهاني جيت وقمت بالواجب. شنو حبيت توصل بمشاركتك في الاستفتاء هذا؟ كيفاش ترى تونس بعد؟ هذا معناها لازم نبدلوا تونس، نغيروا تونس بكل طرق بما فيها الانتخابات، طريقه من الطرق. عمليه الاقتراع كانت سلسه؟ ما شفت الصعوبه. سلسه منظمه مريقله والحمد لله لاباس، ان شاء الله ما ثم كان الخير، قدرة ربي لاباس. خيركم على بلادنا، خليها تتريقل وان شاء الله يا ربي احسن من الاحسن، خاطر تعبنا برشا وان شاء الله المعيشه ياسر غاليه وان شاء الله يا ربي معانا وكاهو. المشاركه في الاستفتاء هذا شنو تحب، كيفاش ترى تونس بعد 25؟ والله انا حاسه تونس ان شاء الله ماشيه للخير، ان شاء الله ان شاء الله قدره ربي، ان شاء الله ربي معانا وربي ينصرنا كل حاسه معناها فما حاجات باهيه باش تجي ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله قدره ربي قدره الله. دعوه خير لتونس. يا رب ان شاء الله يا رب يحمينا بلادنا وان شاء الله تونس من احسن للاحسن، ان شاء الله يا ربي معنا وكنا مع تونس ونحبوا تونس، حبوها تونس، تونس الجميله، تونس الخضراء، ان شاء الله يا ربي معنا، ان شاء الله يا ربي معنا. مدام يظهر لي كيما الناس الكل اخترت الوقت تبرد الدنيا شويه باش تجي تشارك في اكيد كي العباد الكل قايله وسخانه هي خير كي عملوا حتى العشره نتاع الليله، كوميم العباد هيك تخرج منها تنتخب تقوم بالواجب ومنها تعمل دوره. تقولي اخترت الدنيا تبرد شويه باش تجيب العائله ويجيوا صوتوا، اليوم كيفاش ترى تونس بعد 25 بعد الاستفتاء؟ والله ان شاء الله احنا نتمناو كونها تمشي للاحسن واحنا اخترنا باش تمشي هي للاحسن، فهمني؟ وهذا لصغارنا وللي نحنا بالطبيعه ولصغارنا والجيل اللي جايه من بعد. عمليه التصويت ما كانتش فما صعوبه؟ يعني شفنا انه ما فماش صف طويل، دخلتوا مباشره صوتوا. لا والله انا اخترت نجي راني اخر وقتك، اول حاجه باش نجي على البرود وثاني حاجه باش نبدا كام سهله والحمد لله ليه انت دخلت و معناتها وصوت وخرجت على روحي منظمه. كيفاش ترى تونس بعد نهار اليوم بعد الاستفتاء؟ والله ان شاء الله ان شاء الله تمشي للاحسن، واحنا استفتينا باش تمشي للاحسن، احنا هذاك الامل نتاعنا، خاطر يزي العشر سنين اللي عديناهم شفنا فلوكه فيها تاثر ياسر ما تمشيش زايده. تحيه تونس.